السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسجل من قائد سبس جي. أخيرا رجعنا بعد الفترة اللي قطعناها تقريبا أسبوعين، والحمد لله قدرنا نرجع وقدرنا نخلص من الاختبارات لأن هي كانت سبب تأخيري عن التنزيل في القناة، واعذروني. واليوم راح يكون مقطعنا عن فرايداي، كنت بقول ردد ما أدري ليش، بس تعرفون آخر ثلاث مقاطع تقريبا فرايداي، فهذا المقطع الحين راح يكون فرايداي. ايش في ضيعت انا. المهم راح يكون مقطعنا فرايداي، وراح نجرب نلعب اونلاين انا واسام. تلقون قناة اسام بالديسكريبشن. طبعا اول مرة اللي متابع القناة عادل، اول مرة نلعب اونلاين، دائما نلعب مع بعض انا واسام كذا، ونشوف من اللي يجلد الثاني والحركات دي. بس الحين نلعب اونلاين ونشوف. صراحه الاونلاين انا جربته غير يعني عند المقطع من قبل ذا المقطع، صراحه مره حماس. فاستمتع بالمقطع وشوفوا، اعطوني رايكم. اذا ما تبوني انزل عن فرايداي اكتبوا لي اللعبه اللي تبونها وبس. خلوكم مع المقطع. اوكي هذا هو جاسم. ايوه هذا ما يمزح. نعم السكن. السكن حقه انا جيسون. انا جيسون الذاب. ايداد ام القوه. بذبحك. خلني افوز عشان مقطع يطلع جامد. اي وبعلمك اماكنهم بالزبده. تعال يلا. انا جيسون ترى عيال، اول مره والله العظيم اول مره اكون جيسون، وان شاء الله ان نقدر نجلدهم الزبده نجلدهم. اوكي خلنا نوجه لذاك، ولا ذا اقرب صح. طقني يا ابن تعال. في واحد يطقني هنا بزره. في واحد يطقني هنا تعال. قاعد اشوف واحد الحين. طيب اول شيء خلنا نخرب الكهرباء. في سرين هنا جدا البيت. حلو سكوا يا جاسم. ها بعد انا بمشي وياك على اساس انه خوي. شوف الاسامي اللي عليهم. هذا انت. هذا بس لا تذبحني. وينه هو وينه. في واحد طقني. تعال وراي. تعال تاخر عن طقم. انت هون حاشو بالبيت. كانوا في البيت والله حاشو. ما ادري وين راحوا. كل واحد من المكان. بس حاليا هنا في هذا البيت هنا. هي السالفه وين في طقك؟ هرب. اوكي نسيتنا يا انا كل شوي قاعد اطيح من الباب. ارجع الهلف والله. دز الخوي ذا. ايه دز بناك دزله بس راح الحق. نسيت انه هو يتعب باللعب. وراك والزمن طويل وانت جنب مكان ام جيسون، فخلاص انا بحاول انت انتهيت. بجلدك انا ولا بموتك. زبد انا رحت بعيد. عند واحد. عند اثنين. مالك تذبحهم؟ مالي اللي ذبحهم، بس انا صراحة ماني بقادر. قاعد احاول. اوكي في واحد قاعد يحاول يضبط السيارة. تعال. مش حط بالسيارة. خل اشوف اختصر الموضوع واجي. حط شيء بالسيارة يعني. الكابتن نسيت اللي يصوب ايش. They've come for me, Jason. Don't let them take me. بتخليني اعيش صح؟ طيب ضبط لغم. طيب ما فهموا لغم. ما في الغام باللعب. انا مش فاهم ما ذي الطيح. ما حد لما سالها.
تاون طقه المشكلة هم حاطين لي فخ اي والله تعال خرب عليهم تعال ثواني هنا ورشة خلص فوجي شايف مكان الكل الحين صح You cannot die. You can never die. Okay. Down. Oof. Gum, Jason, gum. قم لا تستسلم قم غير محدد اكسر ام الباب وينك عند الاثنين ولا اللي عند واحد اللي قاعد يضبط السيارة لا, لا 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 انا عندي اثنين اوه في واحد زبدة قاعد يصلح سيارة مع المفتاح يا اخي تعال يا اخي تعال هو جاي تعال ني من الاول تموت الله ما ذبحت فين افتح لك الباب افتح الباب سيب العين زين يا جاز تعال افتح الباب وين هو هذا هو يا حمار ناس برا سهب الورة صيدة ايه شوف كيف يندب تعال كم الله بطنا والله اشوف واحد هناك بعد ايه هذاك اتوقع اللي عند السيارة جاني هنا معاك اوه كلم الشرطة طيب بنحاش مع الشرطة وين مكان الشرطة؟ ما أدري بس نكلم الشرطة للحين ما جو. طيب جايك وين ما تروح جايك. أنا طلعت. تعال. تسوي له تمويل. تعال. عليه شيء ما عندك اللي يحدث كذا والله لا بس حاول يا قوي ماشي اوكي يلا قمت انت قطر زي كذا انت فيها طق المشكلة ما معي شيء امن نفسي ها مو شايل شيء وينه حاول يهبل فيك والله عيب صراحة اوكي صاروا ثلاثة الحين خيره لا قاعد يصير مش كويس شكلهم بيذبحوني ما عندك دم من صح؟ اوه معاه شاتجن قرب منه شوي ايه قرب منه تحرك كذا وقرب منه تعال اهم
مشكلة، لازم ابعد عنك عشان تطلع لي الخريطة. الا كذا ما اشوف شيء. داخل البيت الزبدة. It was at this moment that he knew he fucked up. انا بعت واحد جينا كده فجأة من تحت. خذ خذ صقر صقر تعال البيت اللي انا فيه كسر الدرايش. ايوه الباب وداهمهم. اوكي 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 كسر الدرايش. ها جيتكم، انا جيتكم يا بنت اللذيذه يا جميلين. وقفت على فخ عشانك، بس عشان لما تجي تدخل ما يصير لك شيء. الله عليك. كيف؟ جيتكم. ها كسرت الدراج كله؟ جيتكم. ايه افتح الباب. حياك حياك. خش خش. اقط اقط. اقط على كل كلام يا ولد. لا لا انا حق هذه الشخصية. انا حاقد على ذي الشخصية. حاول حاول تقفل عليها طالع الزبدة. هذا اذا طلعت شلون حرام علي طلعت من بسبب السكينة اللي معها. وينها وينها؟ هنا هنا معي، إذا تعرف ويني تعال الحقني. لا هنا شكل في أحد هنا. تعال على هذه الحين، هذه ذكية صراحة. الشخصية هذه ذكية اللي قاعد يلعب الزبد. ايه ايش ذا الجلتش؟ عمي تعال على هنا، هذا تعب وقام. اوكي دخل البيت. خله يا اخي انا عالق. حاول انك تسوي الحركه هذيك تختفي وتطلع مكان. والله يا ولد الجلتش عالق انا يا عمي، عالق انا. ايش السالفه؟ تعال تعال تعال. اوكي طلعت طلعت. ايش ذا جلتش غبي الزبده؟ اي ما قدرت تذبح اللي هناك. وين وين؟ لا اوه الشرطه جات بسرعه بسرعه. تعال وين 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 وين؟ تعال امسك الشخصيه هذه. الشخصيه عندي قاعد تحاول تلحقك وياي. كلهم والله يبغون يحاولون يسوون سرفايف. وينك؟ ايوه كفو اللي طالع من الجنب يا عمي. طق قبل لا قاعد اضغط مربع، قاعد اضغط مربع ابغى اي شيء اموتها. لا تمسك على طول، طق قبل لا تمسك. والله بسرعه قدرت. بعد لا طيب انا باخذ سلاح عشان لا. في شخصيات ثانية خذي. ايه في شخصية زابرة بالبيت هناك. They deserve to die. شخصية واحدة بس. Make them suffer. ايه شخصية واحدة. ابقى له. طيب جاي. باخذ المفتاح وبدز هنا. جايك جايك. ايه تعال تعال شنو اللي دز تعال. انا. ايه. خل اروح انجو. Oh God. No. عشان يبين اني سويت ديل وذ ديفل. بلش في وجهها كذي. لا جا قاعد ينحاش قاعد ينحاش. تعال قدامنا. ها لا لا بينحاش بينحاش. احاول اصدق. انحاش. ايد الله يقطع الدين. لا والله باقي الطريق. ايه
من مسك شلون؟ You die شلون؟ اه you killed اربعة من اصل الاربعة. حلو حلو. يقول لي قتلت اربعة من اصل ثمانية قصدي معليش. معليش الصراحة اول مرة كان فيها جيسون يعني. معليش معليش. وطبعا كذا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون زر اللايك والسبسكرايب ولا تنسون النشر اذا عجبك المقطع. وتلاقون قناة اسام تحت بالدسكريبشن. كل يوم خميس تلاقون بث من الساعة 12 الى الساعة 3 او الساعة 2:30 على حسب البث. وطبعا اذا تبون تلعبون فورتنايت معنا حياكم باي وقت. اكتبوا لي بالكومنتات اذا كان الفيديو ممتع عشان اذا تبوني انزل مرة ثانية بعد فرايدي مع اسام او نلعب اونلاين نشوف نجرب حظنا بدون اسام. وانا اتوقع صراحه مع اسام افضل. فبرضو اكتبوا لي تحت بالكومنتات واعطوني رايكم. وكان هذا مقطعنا اليوم وبيس.